إنجاز جديد للإيكول دي زار غسان يمين، زميل غسان يمين دايما نشيط، أو إنجازات جديدة نتعرف عليها دوما بنقول له مبروك على هالإنجاز ومنشوف التفاصيل بهالريبورتاج. الإنجاز الكبير اللي صار هو إنه لأول مرة معهد غير فرنسي، موسيقي غير فرنسي، بيقدر يربح بالانتخابات وبيقدر يصير عضو مجلس إدارة وبعدين عضو بمكتب المجلس. يعني اليوم إيكول دي زار غسان يمين هي بالتوب 8 على حوالي 1000 معهد من العالم بهالمنظمة الكبيرة. أهمية هالمنظمة هي شو بالنهاية؟ أولاً هي تعنى بكل شيء خاصه بالمناهج الموسيقية والفنية بشكل عام، يعني عم نحكي موسيقى، عم نحكي تمثيل، وعم نحكي بالرقص. يعني هي بتحط المناهج الأكاديمية اللي تعتمد بأغلبية المعاهد العالمية. يعني تخيل أنه اليوم نحن صرنا بهذا المركز قدرين نكون مؤثرين بشكل مباشر اليوم على تركيبة هالمناهج، نقدر نعطي نحن الانبوت تبعنا وبنفس الوقت ناخد خبرة كل هالمعاهد الكبيرة الأوروبية والفرنسية بشكل محدد. يعني قدرين ناخد كل خبراتهم، قدرين ناخد كل الأشياء الجديدة اللي عم بتصير. وأكثر من هيك إنه اليوم وقت بتكون بقلب نتورك بهالشكل هيدا بهالحجم هيدا هو أفانتاج كبير لطلابنا، تيقدروا إذا بدو يكملوا اختصاصهم العالي يقدروا يكون عندهم أكسي ديريكت على حيالة واحد من هول المعاهد. على مستوى آخر في عنا شيء كتير مهم اللي هو قصة الشهادات، لأنه نحن من يعني هيدا الإنجاز اللي صار هو عم يسمح لنا كمان مرة أخرى، لأنه هيدا منا أول مرة نحن عم نكون عم نعمل اتفاقيات توأمة إذا بدك مع معاهد كبيرة من العالم، وهيدا اللي بيتميز فيها بالنهاية الإيكول دي زار على مستوى الشرق الأوسط. هي اليوم كمان فتحت لنا مجالات كبيرة تيكون عنا كمان اتفاقيات توأمة مع معاهد جديدة تعطي شهادات مشتركة ومعترف فيها بكل العالم. هيدي أهمية القصة. يعني اليوم وقت تاخذ انت شهادة من قلب لبنان بالإيكول دي زار، صرت انت هيدي الشهادة عم تاخدها كأنك عم تاخدها من حيالة معهد من هالمعاهد الراقية، المعاهد المعروفة جدا عالميا. بتعرف انا شخص ما طموحي يمكن ما له حدود من هيك. يعني إيكول دي زار اذا بدك كيف بتطور دايم، بتجدد دايم، بيعطوا افكار جديده، ونحن السباقين يعني بهذا الموضوع. بتعرف كل المعاهد الباقيه، ما عم بحكي بس على مستوى لبنان، يعني عم بحكي حتى على مستوى المنطقه، على طول بتلحق شو بنعمل. وين بطمح اوصل؟ بطمح اقدر وصل اولا إيكول دي زار غسان يمين لاعلى مرتبه ممكنه، تنقدر نعطي هيدي الفرصه لطلابنا ولاساتذتنا يقدروا ياخذوا الافضل من قلب لبنان. وهيدا الهدف بالنهايه، لان نحن حتى اذا بنشجع اوقات طلابنا واساتذتنا يظهروا لبرا كرمال اختصاص او كرمال ستاج او شو ما كان، بهمنا بالنهايه يقدروا يستفيدوا من كل هيدا الشيء اللي عم يعملوه ويرجعوا على لبنان تيقدروا يعطوا هالأجيال الجديدة اليوم بلبنان، من كان بالموسيقى ولا بالاختصاصات الباقية بالإيكول دي زار، يعطون كل هالبجاج اللي أخدوه برا. بقى هيدا طموحنا، طموحنا عطول العالمية، بس تنقدر نرجعها على لبنان ونعطي الأفضل للأجيال الجديدة بلبنان. هذا الهدف الكبير.